حملة نظافة واسعة النطاق هذه التي أطلقها المندوب العام للحكومة لدى مدينة جمينة آدم فورتي أحمد لتشمل العاصمة تحت شعار جمينة تعطي مثالا، وأوصى بها عمد الدوائر العشر لتستمر لمدة أسبوع كامل. واستهلت الحملة من ساحة الأمة، وعند إطلاق حملة النظافة أزالت البلدية بعضا من الأماكن العشوائية بساحة الأمة كالمطاعم ومحطات غسيل السيارات. تقول البلدية إنها حذرت مالكيها مسبقا وأوصتهم بمغادرة المكان. وبعد ذلك تجول المندوب العام في الدوائر العشر للعاصمة جمينة واطلع على بداية الحملة التي قال إنها تجيء بهدف غرس حب النظافة عند المواطنين، ودعا كل عمدة إلى حشد 800 شاب من شباب دائرته لتكون مهمتهم طيلة أسبوع كامل تنظيف الشوارع الكبرى خصوصا. وأبدى أمله في أن تغير الحملة من مشهد المدينة خلال أسبوع. علينا الناس مير انا ارجما اشار ارجما مير سنترال وديليجاسيون جنرال شاورنا قلنا هلا اجينا دا واسكان بلين نعمنا واسكان وكي كيف نقدر نسو وقلنا خلاص هلي ميري اشار ميري سنترال كل نقوم سوا نسو اوبراسيون واي اوبراسيون دا في فرنسي قلنا نعمنا دون ليكزامبل نعمنا دون ليكزامبل دا في أسبوع تقريباً 5600 أوين ورجال يمرقوا يبشوا شاري دولار. هذا وباشرت كل دائرة من الدوائر العشر بالعاصمة بحملة النظافة مباشرة استجابة لدعوة المندوبية العامة للحكومة لدى مدينة جمينة، وتطلع البلدية المركزية بمراقبة الحملة طيلة أيامها السبع.